السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فود كافي، أو عفوا فود بوكس. دي زاد أخيرا يعني، أو تبدل الاسم كما راكم تشوفوا في الأسفل. فود بوكس هذيك مش خطأ، فود هي مقصودة يعني باش الاسم ما يكونش طويل. هناك عدة يعني تطبيقات فود دايرينها، أو واحدة عادي جدا يعني، فقط باش ما تقولوناش راكم غالطين في الكتابة. إذا بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة سحوركم. قبل ما نبدأ في الفيديو ونرد على الناس اللي اليوم سجلوا بيت، ماركاو بيت، سجلوا غول وخرجوا فرحانين والفرحة تخرج من عينيهم. قلناها في فيديوهات سابقة بلا صياح، على بالنا بلي راكم تصيحوا واليوم راكم سجلتوا إنجاز وهمي. ثم أصلا إنجازاتكم كلها وهمية، وهذا إنجاز وهمي آخر. لكن قبل ما نروح لهذا الشيء لازم نعطوا لكل ذي حق حقه. كي تكون أمور مليحة مليحة، كي تكون أمور مش مليحة مش مليحة. يا صاحبي، واش هذا اللي شفناه اليوم؟ اسمح لي صاحبي، لا لا، العمل الاحترافي ما يكونش بهذه الطريقه. هذه الامور لازم يعني نتفاداوها، لازم التصحيح في اقرب وقت ممكن باش تجيب مترجم. ماهيش صعبه لهذه الدرجه. انا نحترم المترجم اللي جبتوه، هذه امكانياته، ممكن وضعيه في العربيه. هو شفناه لما ترجم بالفرنسيه كان عادي جدا، فرنسيه يعني اللغه اللي كان يتكلم بها المدرب السابق. يعني لما كان رجعنا للندوه الصحفيه كما المدرب السابق كان الامر عادي، لكن لما حب يترجم بالعربيه تكتوكا وخلاص. لا يا صادي، هذه الامور وخاصه الخطب في اللاج يعني سعيد، لا يا سعيد في اللاج، هذه الامور لازم يعني نتفاداوها، لانه الضر نوعا ما بالصوره الاعلاميه للاتحاديه الجزائريه. هذا الشيء سلبي، لما تكون امور سلبيه ننتقدوها، وهذا الشيء ننتقده بطبيعه الحال. نتمنى انه الاتحاديه الجزائريه وعلى راسها صادي انهم يعني يتفادوا هذه الامور ان شاء الله. فقط الندوه الصحفيه قبل مباراه بوليفيا ما نشوفوا يا سيدي تجيب مترجم عادي، مترجم بايطاليا عربيه ولا شيء يعني فرنسي عربيه، يعني ما فهمتش. والا فان يعني اذا المدرب راه حاب يفهم الترجمه يديروا له يعني السماعه. هي كاين السماعات متوفره ومتوفره بقوه يا سيدي، ما ديروش سماعات الصحفيين، ممكن اكثر، ممكن تكلف. رغم انه اذا كان هناك عمل احترافي وكان هناك يعني اصرار ممكن يكون هناك حل، لكن على الاقل المدرب نقدر نديرلو سماعه. المدرب يفهم الصحفيين لما يسالوه، وكذلك يفهم المترجم لما يترجم، عادي جدا. اولا المدرب ما يحتاجش انه يستنى ترجمه يعني المترجم، ممكن المترجم ما يلحقلوش سؤال كما نحكوا للصحفي، وكذلك المدرب يفهم المترجم لما يترجم كلامه للصحفيين. اعتقد انه امر بسيط جدا وممكن انه الاتحاديه الجزائريه تقوم به. انا ما حصل اليوم ان نشوفه نقطه سلبيه وتسيء نوعا ما للجانب الاعلامي، مش نوعا ما تسيء، نعم تسيء للجانب الاعلامي للاتحاديه الجزائريه والمنتخب الوطني. نتمنى انه هذه الامور نتفاداوها، مع كل احتراماتي للاخ المترجم اللي جا اليوم. هو هذه امكانيته، نقص العربيه ما ماشي بس يفعل يكون يعرف العربيه، لكن اللي داروا المفروض. او اليوم انا شفت يعني الندوه الصحفيه وما فهمتش اسك هذا المترجم جاي يترجم بالعربيه ولا جاي يترجم بالفرنسي، وهل المترجم اصلا على باله باللي جاي يترجم بالعربيه ولا جاي يترجم بالفرنسي. لازم من البدايه نديروا خطه طريق، انك هذه الندوه الصحفيه راح تترجم الى اللغه الفلانيه، هذه جدا. وانني قلت افضل خيار بالنسبه لي هو انه المترجم يجيب سماعه، او عفوا المحلل المدرب يجيب السماعه تاعو، يدير له سماعه ويفهم الصحفيين ويفهم المترجم، والمترجم يترجم الى اللغه العربيه. خلاص يا جماعه كفانا، المدرب السابق قتلنا بالفرنسي، على الاقل المدرب هذا يهدر طاليانيه يترجم له بالعربيه، عادي جدا. نعم معظم الشعب الجزائري يفهم فرنسي، يعني لو نشوفوا ممكن 80%، لكن احنا ماذا بينا 100% من الشعب الجزائري يفهم المدرب واش يهدر، طبيعي جدا. الان نغرقوا الصفحه ونروحوا لهذو الناس اللي فرحوا، سجلوا بيت، سجلوا جول، راهم زاهيين يا سيدي اليوم، راهم فرحانين يا خويا يا خويا، يعني راكم متألمين. والصياح يعني يقول لك الصياح على قدر الألم، صحيح
يعني انتم يعني النكس اللي جاباكم المدرب المقدس نتاعكم لما تزحفوا لما نقول لكم مقدس، لكن انتم بتصرفاتكم كل مره تبينوا انه مقدس ومقدس لدرجه رفيعه جدا. يا جماعه رانا في رمضان نعبد ربي، يعني انت الان تفرح تفرح لانه هذا شيء مسيء اعلاميا للجزائر، المفروض ما تفرحوش، المفروض يا اخي نصحوا، ما تحبوا تنصحوا تنتقدوا، انتقد من دون ما تفرح. الان يعني اذا الان خسرت الجزائر ياكم راح يتعرسوا، على بالنا بلكم راح يتعرسوا، لكن المهم المهم ما تتعقلش في الصطاد. المشكل التعقان في الصطاد، البروبليم الكبير كي تتعقل مع موريتانيا، هذا هو المشكل، المشكل الكبير كي تتعقل مع موريتانيا ومع الانغولا ومع بوركينا فاسو، سينو الندوات الصحفيه وقت وقتها وتروح. لكن انتوما قلت لكم عندكم انجازات وهميه، كنتوا تفتخروا بالندوات الصحفيه والان راكم تنتقدوا بالندوات الصحفيه، الجانب الفني عندكم صفر. لكن لو شفتوا الجانب الفني اليوم المدرب كان محترف لابعد حد، جاوب بكل صراحه وبكل احترافيه ومتقلق من حتى سؤال، رغم انه هذه مره ثانيه يصر المدرب على انه يقول لهم ما تجبدوليش اللاعبين بالاسماء، رغم ذلك الصحافه يجبدوا له الاسماء، جبدوا له سليماني وجبدوا له محرز، جبدوا له بوداوي، جبدوا له بالرحمه، جبدوا له ابراهيمي، جبدوا له بلايلي، جبدوا له فيغولي، يعني تقريبا جبدوا له كاع اللاعبين، رغم ذلك ما شفناه ما تقلقش، جاوبوا بطريقه عاديه جدا، عادي يقول لهم انا ما نحبش نذكر الاسماء، لكن من بعد يجاوب حتى عدلي جاوب بطبيعه ويعني بشكل عادي. شفنا المدرب السابق لما كانوا يسالوا على عوار وعلى ايت نوري حتى انه كان يسيء لهم، كان يسيء لهم ولاهلهم، عادي جدا، وحتى لي واشكك الحقوين شكك في وطنيتهم، لكن المدرب عادي تكلم عدلي قال لك هو ده قرار وانا راح نجلس معاه، المهم تكلم جاوب، يعني اعطى قيمه، قيم الناس اللي سالوا، رغم انه بعض الاسئله شفتها انا الاسئله ماهيش في المستوى، لكن تجاوب على الاسئله عادي وجاوبها عادي عادي جدا. وقال باني نعم انا خيرت اللاعبين، ولما تكلم بان باللي المدرب راه يعرف اللاعبين، ولما نغيز اتكلم يعني واحد الاخ دائما يعاود يتكلم على الفيديوهات تاعي قال لهم وقع في المحظور، شوف كيفاش قال لكم بيتكوفيتش ما دارش تشكيله، بيتكوفيتش ما دارش تشكيله، لكن كمل كلامي، لا تجتزئ كلامي، كونك عندك يعني انت عيرتني قلت ما يفهمش، قلت خلصوا صافي، وقلت 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 وراك في رمضان وكاين ربي راه شاهد بيناتنا، ما نكسرش راسي معك بزاف، كاين ربي راه شاهد بيناتنا في رمضان، قلت صافي خلصوا، انا هذه كلمه ما نسمعها لكش عند ربي، هذه هي، قلت ما نفهمش يعني تتجزأ من الفيديو تاعي وتقول ما تفهمش، انا الفيديو تاعي درته كامل باش نبين لك باللي بالماضي لم يستدعي قادري وتيطراوي، رغم ان الاتحاديه الافريقيه قالت لهم تقدروا تجيبوا 27 لاعب، وقلت لك باللي فضل انه يدي حارس رابع وما يديش قادري وتيطراوي، وعلاش راكم تطربوا الان من بيتكوفيتش يدي قادري وتيطراوي، انت تروح تتعلق الكلام نتاعي وتروح يعني تعطيني دروس وهميه وكاني ما نعرفش باللي كان يستدعوا، تقول لي انه بكري كانوا يستدعوا 23 لاعب واربع لاعبين على تكلفه الدوله، يا سيدي وكنت اربع حراس على تكلفه من؟ تقول لك على تكلفه الدوله، يا سيدي تقول لي بولحي مصاب جاب حارس رابع كان قادر يستغنى على بولحي ويجيب قادري ويجيب تيطراوي اللي كليتو بيترو بيتكوفيتش به، وتقول له راهو ينتقم من بارادو، وهذا هذا تيطراوي بالماضي في حياته ما عيطلوش، تجي تتجزأ كلامي بعد تقول لي ما تفهمش، انا ما نسمحلكش هذه كلمه ما نسمحهالكش، نعم وما تعطينيش الدروس، راك عارف على تفرج في الفيديو تاعي، ما تعطينيش انت الدروس لانك انت في فيديو من فيديوهاتك السابقه سميتني بالمرتزق، انا ما كنتش نعرف اصلا ذاك الوقت، انا واحد الاخوه بحثوا لي الفيديو قالوا الانسان ينتقد فيك وما رديتش عليك لانك حر في كلامك، لكن لازم تنتقي كلماتك، يعني جيت توصفني بالمرتزق ومن بعد جيت تعطيني الايات والاحاديث، انا لما قلت لك الايات والاحاديث يا اخي انا ما قلتلكش انا نكره الدين لا يا اخي اسمح لي، انا ما قلت لك انك لما تذكر الدين في قناه رياضيه لازم تعمل به، اما انك توصفني بالمرتزق بعد جيت تعطيني نصائح كيفاش نقدم الفيديوهات وكيفاش نتكلم، نصائح خليهم من نفسك، اسمح لي راح تزعل من كلامي، لكن يا اخي هذه هي الحقيقه، وماش حاب نزيد نطول في الكلام لانك انتقدت كلامي وانا اللي جاوبتك باختصار،
لذلك انا نقول اعزائي المشاهدين، انت يعني من ما نمشيش في خطك، يعني تسميني ما نعرفش ندير فيديوهات وما ما نمشيش في خطك. انت انا شايفك باللي راك مخطئ طول والعرض. انت راك تشوف انه بالماضي مظلوم وتامروا عليه. انا بالنسبه لي هذه انا بالنسبه لي حاجه طايحه كنا نؤمن بها. انا لو اصلا انا نؤمن بانه الاتحاديه تامرت على بالماضي، انا نحس باني ما احترمتش عقلي، نحس باني مانيش موضوعي. لا، بالماضي فشل وفشل فشل ذريع. جماعة والله شوفوا الحقنا لواحد الدرجة، يعني والله يعني لازم تتبعني ولا ماكش مليح، وتقعد تجبد في الأخطاء للإنسان وما يفهمش وموش يراجع دور راجع دروسي. يعني راجع دروسي ماشي برك فارغ باش نبين لك الفيديوهات كامل ويقول لك وقع في المحظور. ما وقعش في المحظور يا أخي، لما قلت أنه بيتكوفيتش ما درش تشكيلة، لكن بيتكوفيتش عنده مساعدين، عنده نغيز، هذا مدافع شرق القسنطينة، داروا نقيز بطبيعة الحال. إذا مانيش حاب نطول كثير في هذا الكلام، لأنه بعض الأمور يعني واضحة وضوح الشمس ما تستحقش أنه نردوا عليها كثير. لكن واش راني حاب نقول؟ بأنه راهم فرحوا وراهم زاهيين وراهم معرسين، واليوم بينوا بأنهم راهم ينتظروا أنه المنتخب الوطني يسقط. راهم ينتظروا بأنه المنتخب الوطني يسقط باش يبين يا جماعة المدرب اللي فات فشل، وفشل فشل ذريع، ودى فرصة واثنين وثلاثة خلاص هذاك الفشل تاعو كملنا معاه. الان بيتكوفيتش هل ينجح هل يفشل؟ الوقت يبين. هل نجاحه راح ياثر على فشل المدرب السابق؟ ابدا، الا عند الناس اللي ما تعرفش كره قدم، هذيك حاجه اخرى. الا عند المقدسين. اخو مقدس اخو متقدسوا، سبحان الله، واش ندير لكم انتم راكم متقدسوا. مدرب راح سبحان الله. من بعد يجي واحد كيما نفس الشخص يتكلم على فيديو تاعي، انا نتكلم على محرز يقول له ما اشوفه بالماضي راح، ويتكلم على بالماضي. يا كنت نتكلم على محرز اسمع الفيديو كامل الا اذا كنت متعمد. كنت نتكلم على محرز، ما كنت نتكلم على بالماضي، وعاود رجع الفيديو تاعي. واذا ما فهمتش الفيديو تاعي السابق وعلاش درته، ممكن لانه ما عجبكش. كنت درت الفيديو السابق عن الناس اللي انتقدوا القائمه لانه قالوا بانه قادري ما عيطلوش، تيطراوي ما عيطلوش، وقال لك محرز مش حاب يلعب مع المدرب. انا رديت على هذه النقاط، وانت متناقض في كلامك. وروح شوف بالفيديو تاعك، تقول انت اللي تروح تراجع دروسك وشوف الفيديو تاعك. في بدايه الفيديو انا لما قلت انا ما ننتقدش القائمه في وقت الماضي وما ننتقدهاش في وقت بيتكوفيتش، وعندي كل الحق انا ما ننتقدش. وانت الان قلت لا، القائمه تنتقدها، وسميت حتى انه قلت لما تقضي عند القائمه تاع قضيان ولا قائمة تاع مشتريات تقدر تنتقدها. ومن بعد لما جيت للحفل المقدس نتاعك ووقعت انت في المحظور، واش قلت؟ قلت شكون انت حتى تنتقد قائمة بالماضي؟ هذا مدرب، مستحيل ننتقدوا مدرب عايش مع اللاعبين نتاعو، مستحيل ننتقدوا مدرب هو اللي استدعى اللاعبين. اذا انت في البداية تقول بانه عادي تنتقد قائمة، ومن بعد تقول لا بالماضي ما تنتقدش القائمة نتاعو، هل كاين تقديس اكثر من هذا؟ يعني انتم من اجل المقدس نتاعكم تضربوا كل المعايير عرض الحائط. انا نقولها ونعاودها، انا العقل عندي مبدا، مع بالماضي ما انتقدش القائمه، ومع بيتكوفيتش ما انتقدش القائمه. انا نشوف المستوى تاع الفريق ونشوف النتائج تاع الفريق، هذه هي. اذا لكن انا بالماضي لما انتقدت في كاس افريقيا بانه نعم خياراته كانت خاطئه، والكاس افريقيا اثبتت بانه خياراته كانت خاطئه. لكن لما جات القائمه نتاعو رغم انها مليئه بالاخطاء ما انتقدتهاش. هذه جدا. لذلك انا نقول افرحوا وامرحوا واسرحوا، فالنصر قادم وسنرى اين ستختفوا. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.